اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل معاك روتين النهاردة إن شاء الله. يعني أنا هعمل طبخة، يعني هجيبها بقى وأنا بطحن وبعمل الحاجة بتاعتها، في الطبيخ مش هجيبها. فهنبتدي مع بعض. هنا أنا هعمل غسلة هنا رز، ونقعته شوية ونشفته وبطحنه بالشكل ده كده. الخلاط ده يا جماعة انا جايباه بطحن فيه الرز، بس انا عندي خلاط تاني طبعا، وعندي الكبة، بس ده عاملاه عشان الرز، ده احسن حاجة بتنعم الرز. يعني انا ما اجيبش الرز اللي هو المطحون الجاهز، بطحنه في البيت، ف وخصص الخلاط ده ليه. هنعمل معاه كمان واحدة بوريلكوا ناعم ازاي. طبعا احنا بنجيب لكم الطبخة واحنا بنطبخها، وانما الحاجات دي انا بعملها لوحدي بقى، وبنعملها بره التصوير يعني، فقلت اعملها لكم انتوا بقى ايه تشوفوها معايا وانا بعملها، عشان تعرفوا التصوير بيتعب قد ايه. بس يلا ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. كده طحنا شوية كمان اهو، بحبه ناعم بنعمه قوي اهو، وراح اكمل بقى الباقي واجي لكم اشوف. بقول لكم ان هو ناعم قوي. هنا بقى جبت الحاجة اللي انا هعملها، الجمبري غسلاه ومنضفه، يعني وانا بشتريه جاهز كده، وفي اختي بتعمله لي وبعينه وبطلع اعمل منه. فانا غسلته هنا ونقعه في ليمون وملح وصفيته. هنا معايا توم وبصل وقرنين فلفل حاميين، اللي مش حابب الفلفل الحامي ما يحطهوش. وهنا بقدونس على كزبرة بالشكل ده كده، ودي التوابل، كمون وكزبرة وبابريكا وملح وفلفل، دول اللي هيتحطوا في العجينة. هنجيب الكبة بقى ونقطع البصل. بسم الله. طب بالشكل ده كده كمية الرز اللي انا حطاها على نص كيلو جمبري، يعني حوالي 3/4 كيلو رز، طبعا معاهم نص كيلو جمبري وبصلاية يعني مش كبيرة او مش صغيرة، وحوالي شدة خضرة، ربطة خضرة، وخمس فصوص ثوم، وقرنين فلفل، والتوابل بقى اللي انت تحبوها تحطوها. هنفرم بقى البصل. هقطع كمان عليه الفلفل والخضرة. انا بحب احط الفلفل اللي هو الحار ده في الاكل، بس يكون فلفل فريش، مش اللي هو اللي هي الشطة الناشفة، مش بحطها، بحب احط الفلفل الحار. هفرمهم برضو وبعدين هكمل فرم بقى بقية الحاجة. نحط الثوم، كمان احط الخضرة، انا المرة دي مش مكترة فيها خضرة، يعني خضرة مش كتيرة فيها زي كل مرة بعملها بيبقى فيها خضرة كتير، المرة دي عاملاها مش فيها كتير. هنا بقول لكم هفرمهم وارجع. ده الرز اللي انا فرمته حوالي 3/4 كيلو، انا باخد يعني ايه عارفة هاخد قد ايه فبعمله. دول حبة جمبري سبتهم كده صحاح مش مفرومين،
حطيتهم على الرز. دي بقى الخلطة اللي انا فرمتها البصل والجمبري والخضرة على بعضها، فرمتها ناعم بالشكل ده عشان ما تبقاش باينة برضو في العجينة، تبقى كلها ناعمة. على فكرة هي شبه الكوبيبة اللي هي الغمراوي دي، بس دي جمبري يا جماعة، دي كده بتبقى لحمة، دي جمبري. طبعا احنا بنعملها في طماطم في صلصة، يعني مش في شوربة، بعملها في طماطم. انما الكفتة التانية بتتعمل، الكوبيبة التانية بتتعمل في شوربة، بتبقى بيضة، انما دي حمرا. وطبعا بعد ما بخلصها بحمر منها طبعا، بس ما جبتهاش معاكم في التصوير. حطينا كل الحاجة على بعضها كده وهنقلب. طبعا حطيت التوابل والحاجة على بعضها كلها، هقلبها شوية كده وبعدين هفصل معاكم عجينة وارجع لكم تاني بقى. اهي بالشكل ده كده عجينة وارجع لكم تاني، عشان طبعا لازم تتعجن عجنة حلوة مع بعضها. بقيت معايا بالشكل ده اهي العجينة تمام ومية مية. هنا خرطت بصلة علشان احطها على النار واعمل عليها الطماطم اللي هي بقى هحط فيها الكوبيبة. اهي هفرم الطماطم، هكمل بقى فرم الطماطم انا مع نفسي وهاجي اعمل معاكم الكوبيبة. بس طبعا مرحله الطبيخ مش هجيبها معاكم، يعني مش هجيب البصله بقى وهي على النار واحط الكوبيبة والحاجات دي، لا. هنا بقى بصبع بقى بعمل شويه كده وشويه مدورين. اهي بالشكل ده كده. ممكن بقى في الحالة دي تعملوها كفتة وتحمروها، وتعملوها بعد ما تحمروها تعملوها في الصلصة، بس انا بحبها اعملها كده اللي هي من غير تحمير في الصلصة على طول، وبعد كده باخد حبة بقى احمرهم وناكلهم احنا بقى. والف هنا اللي يعملها وياكلها طبعا، هي بتبقى جميلة واكلة خفيفة يا جماعة والله. اهي بس بتاخد شغل شوية يعني، فانا بوريكو جايبالكو بقى بالتصوير من البداية بتاخد شغل قد ايه. هي بتبقى متعبة بس بتبقى حلوة في اكلها. اهي خلصنا كده اوريها لكم بقى بعد ما طبختها بالشكل ده كده. اهي كده بعد ما خلصتها انا طبختها بقى لوحدي، وبعد ما خلصت بالشكل ده كده اهي، عايزه اقول لكم ريحتها وطعمها جميله، جربوها تعجبكم. يا رب بقى الفيديو يعجبكم وتعجبكم فيديوهاتنا، نكون خفيفه عليكم دايما ونشوفكم دايما على خير يا رب.